أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى هذه العبارة وهل هي صحيحة؟ الإيمان هو العمل والعمل هو الإيمان. هذا ما هو دقيق. الإيمان قول واعتقاد وعمل، فلا يقال الإيمان هو العمل والعمل هو الإيمان، لا، اللي يقال الإيمان يتكون من هذه الأمور الأربعة: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا مجموع تعريف الإيمان من الأدلة. نعم.